ہوا چاہتا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب اس پاک کتاب کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنیے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو گزارش ہے عزیزم زہیب حسن سے کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کریں. جناب زہیب حسن سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.